تم يتم الآن عملية تصنيع الحية أمام هنا بيتم قسم الخطاط الخطاط الأساسية لعمليات التزويد والخطاط الخضراء لكن قبل الخطاط لكن بنقطة الخطاط يعني إن عمليات التنفيذ تبنى بشكل مباشر على طوال الدم أسمان أكيد الآن بالدقاق المنتج بداية المواد الخام وبعدها كيف يتحول المادة الخام يتحول إلى منتج كيف يتخزن المخازن وكيف يتم إنتاج المنتج بصفة مثالية وتوزيعه إلى سوق سوق العمل في مكان معين بيانات تجري إنه يتم تبادل بين جميع الوحدات التالية معنى تبادل المعلومات تبادل البيانات المالية يعني من كل مكان الوحدة الآن في بيانات يتم المعلومات هذه يتم عادة الحصول عليها عن طريق ما يسمى ب معنى الـRDI هي عبارة عن فرنسي ايدنتيفيكيشن هذه اللي عندنا الان الموضوع كان مثل ما نذكر صار بدال وسطها بدال تدوين يعني نتكلم عن مصنع الاساس الانتقالي تلاقي لها المدخلات الثانيه يجي منهم ما يسمى بهذا الجهاز اللي هو الرقم الفرنسي بس يصير بزي الباركود شفت الباركود في السوبر ماركت هذا بس بالسوبر ماركت تستخدم الباركود على اساس يقرا على مدى المنتج الـRFID هذا يكون عنده دور معين في معه اسمه الباسل في الاكل هذا يقرا البيانات تبع المتريز اللي كل متريز المواد الخام المنطقي عليها ليبلات هو يكون معه يقرا ليبل هذا بعيد وعنده القدره انه يقرا مسافات بعيده تكون من عده في خطوات من عده اقدام الى 100 اقدام بحسب معه معناه نوعين على الباسل في الاكل والباسل الليزر ثلاثة أربعة لا ثلاثة جيل سبورت جيل الفرد بهذا سبحان الله يقرأ الآن لما صنع مدخول المواد الخام أرجع لك السبيل يعني القطع المواد مباشرة وزي هذا القطع يعني أوكي تنتقل بيانات الأمين أبليكيشنز عن طريق لغة اسمها الـXML هذه نفس هذه نفس لغة الـXML عبارة عن مجموعة من اللي تستخدمها الويب في الويب معظم صفحات الصدايق هناك معاك في دفع في
هنا معنا تكلم الفوائد. أوكي. أما نعم الإنتاج نعم بيا الإنتاج والتصميم تتضمن المراحل نفس المراحل طبعا نفس مراحل الإنتاج بس بس الإنتاج الأربعة هذول بس البيانات اللي تم تناولها عن طريق في معنا معلومات حول المنتجات اللي هاتيك التطبيقات وفي معنا معلومات مالية. إيش نقصد بالإنفورميشن من الفلو؟ إيش معلومة ولا إيش؟ حول البيانات المعلومات حول المنتجات نفسها والحقيقة هنا في مكان معنا بيانات المعلومات حول المنتجات نعم الآن كان في نبع حول بيانات خاصة بيانات هذه هنا والحقيقة تم تسجيل المواد البيانات الخاصة هذه بالعمليات المنتجات هذه عن طريق الـ RFID اللي غالي فريكونسي نفس ورقة تدخل بيانات هذه عن طريق الكيبورد كل وكانت هذيك عنده مقارنة البيانات هذا ومسجيل بيانات هذي وعلى تم تناقل بيانات هذي وحدة مختلفة وحدة يسمى أوكي إذا كنا هذا ما نتطق معنا نتطق منتج اللي كيبقى مواد خام كيف انتقلت من الحياة وحدة كيف صارت الآن منتج اللي بصوت النهاية إن إحنا تدفق للمعلومات والبيانات تبع المنتجات هذي وكان إحنا تدفق البيانات المالية الأصل نحن عمليات التنفيذ أو عمليات الإنتاج نحن ثلاث أنواع من البيانات الدقيقة في تفوق البيانات الخاصة بمواد التصنيع المواد المغولية وفي المنتجات نفسها كيف تحولت من صورة إلى صورة وفي بيانات تفوق المعلومة حول هذه المنتجات تفوق البيانات المالية حول هذه المنتجات الآن بالنسبة للتدفق البيانات المالية نستخدم تعملون طريقة يتم بها سابقاً وفي اليوم عملية الشراء عن طريق الإنترنت اليوم تعمل الشراء إنترنت بس إيش التقنيات اللي استخدمت في عملية الشراء؟ البطاقة الإلكترونية أو البطاقة الإلكترونية أو دي مسكرة ثلاثة طريقة الثانية عبر المكاتب سبت منك أعتقد على أعتقد عبر المكاتب نعم معظم عمليات الشراء والبيع تتم معظم عن طريق التجارة تتم عن طريق الطريقة التقليدية بشكل للبيع دم والحقيقة الثقل والذي لسه في إشكالية بمصداق البرايفسي على المعلومات في إشكالية بالنسبة لسرية المعلومات في إخلاقات فنصف منها ما زالوا يستخدموا الطريقة التقليدية عن طريق الشيك وطريق الشيكة بس هناك كمان في طرق أخرى اللي يستخدموها عن طريق الكريدت كارد والديبت كارد عندها طريقة اللي يكون عندنا الدير باتي شو الدير باتي؟ زي ما قلنا زي البروكيت شيء باتي أو زي البيبان كارد باتي كارد باتي دي حتى الآن إما لما استخدمنا طريقة الـ ATM فيزا كارد ممكن تستخدمها في بيع بشكل مباشر وين الإنترنت بس هذه الطريقة سعيدة قلنا معوضات أخطاء فيها أخطاء فيها ريسك فيها مخاطر مع السيارات البيانات هذه أول حاجة بتعرف شو الناصب داير أو النون كاستمر قد يكون الزبون هذا يستخدم الطبع اللي عنده البطاقة مش تبع مسروقة أو مقاهة قد يكون زورة الخدمة هذا اللي يبيع عليها أصلا عبارة عن موقع رقمي بالتالي أعطاه يسحب بيانات يسحب بيانات أخطاء ويستخدم أخطاء الرصيد هذا وما ممكن تشغله بالتأكيد الطريقة هذه هي مخاطر تقدر تتم استخدام في زكاة كريدت مش كل البايع معروف ولا اللي بيشتري كمان معروف فعشان كذا معظم الطرق الأكثر شيوع والأكثر انتشارا الآن اللي هي عبارة عن طريق الإي بايمنت لعبة زي الآن زي جوجل تشيك والبيبر الآن كاستمر والصدارة العميل أو المزود سجل تقنطر هذه سجل معلومات تبعه أو أرسل تقطع عن طريق طرف عندي البنك أنت عم تفتح حساب عند البنك والبنك يعرفه بدون جانب وسخ أي معلومات تبعك لأي طرف أي مثل ما جاء عند الإنترنت عندهم تستخدم البنك في عملية الشراء عارف بس أنت لما تطلعي أنت لما تعمل ريكويست للمنتج تطلع هذا من لما تصور إنك المنتج تدفع لما تدفع عليه ولا تدفع لما نزل تدفع بعد المنتج لما تدفع عند البنك تدفع عند الكاسم تشتري من الويب سايت هذا من الاي كوميرس هذا انت لو تشتري اول حاجه بتحدد نوع المنتج اللي بتشتريه
نعمل الشراكات خليت منتج هذا بعد ما تختار المنتج هذا وتعطي الرسالة للبنك عشان يكون البنك داخل في الموقع البنك بس البنك رسالة أكيد هل أنت قام في شراء يعني البنك هذا الآن البنك يتحول من رصيدك إلى حساب ما أنت عملت البيع والشراء لم تكونش مباشرة بعد وصول البنك بعد وصول البنك لا لا كيف عملية الشراء الآن ترى بالطريقة على أن يصير الفيزا كارد وكريدت كارد وأنت مباشرة تتعامل معه ليكم مع عمر حتى لا تعمل عن طريق الموقع هذا موقع وهمي قد يكون وهمي قد يكون حقيقي لكن حتى معطل عملية مثلا بشكل كبير أو شيء إشكالية بس لكن هذا القرار عن وهمي أو القرار عن في مطاطة في مطاطة في مكان عمليات البيع والشراء هذه لا تتم فقط يتم عمليات خصم مواصلة الطريقة الثانية اللي فيها أكثر أمان بتكون عن طريق الطرف صالح اللي هي زيادة الخدمة يعني أنا بدي أجي معكم يتحقق من المواقع هذه عندهم طرق أمان الواقع اللي طرف ضارب هذا والثير بارتي يعني هي طبعا تكون انتكاس مركز المول وكعمي مسجل بياناتك المالية عندهم يعرفوا عنها كثير ولا بيقول ها؟ ما بيوصلوش أي طرف ثاني ما بيوصلوش أي طرف ثاني فما بيضمنوا بيقوموا بعمليات يعني كثير بسيط بيقوموا بعمليات زي البيع يقوم عملية الشراء وما إذا في مخطط هنا المخطط هذه تحملها من؟ يصير عبارة عن قنوات تلفزيونية كل قنوات تلفزيونية بيع وشراء المسلمين طبعا تدخل عن طريق النازلة تشتري كتاب تشتري سبعة أي منتج عن طريق الإنترنت تبع طريقتين المسلمين مباشرة فيزا كارد كذا تبتدي تكون الطريقة معروفة بالقطع أو الطريقة الثانية أنك تستخدم هي خدمات موضوع تسجيل البيت زي الميك شيك أوت أو خدمة ثانية هي خدمة مرتبة أو شائعة السيف يعني عملية البيع والشراء تكون عملية خدمة أو طرف عسكري ما تفضل بس في الأمانة الرقمية مأمونة أو منقوضة وتمشي دولة والناس اللي عندك هذه لكيف يصير أوكي طيب أصل أي إشكالية هنا بتصير أصير إشكالية عن طريق الطرف الثالث أو اللي في المنشأ الآن هنا بالنسبة لي النقطة الأخيرة والموضوع هنا بحركة استراتيجية رسم خطط معينة استراتيجية عملية التنفيذ وعملية الإنتاج تتم وفقا لهذه الخطة الآن كيف يتم عملية التقييم؟ هل التقييم أصبح بالشكل المطلوب؟ اللي هي عبارة عن كيف تتم عملية عقاب للمنتج؟ كيف تعمل تقوم بمراجعة المنتج؟ يعني هذا المنتج تم الحصول عليه بالشكل المطلوب بالشكل المناسب أو في عنده في إشكالية؟ الإشكالية ممكن تحدد بين كيف إشكالية صار؟ أوكي الحاجة الثانية كمان إنه أثناء عملية كمان بيع المنتجات ونقل المنتجات وتعمل عملية تعقب المنتجات هذه، قد المنتجات هذه بعد ما صارت المنتج في السلطة النهائية صار بيع المنتج، المنتج أثناء عملية ديستريبيوشن صارت عملية توزيع تعبر إلى منافس البيع تعبر إلى أمطار إلى كوادر معينة ممكن ثلاثة ممكن ثلاثة كمان المنتج حتى يصل إلى كمان بعد عمليات المرافقة وطبع المنتج هذا لبين وصول بتعمل عمليات كمان تحليل البيانات هي البيانات كمان يحاول يكون معدنها من أجل مطالبات الأداء هل تم الحصول على المعلومات هذه أو تم إنتاج المهمة أو تم تطبيق الاستراتيجية في الخطط بشكل باستخدام ما يسمى في عمليات كيف تعمل عمليات مرافقة الأداء باستخدام بيضاء الذكاء الصناعي وبيضاء تحليل وعمليات تحليل البيانات هذه على اساس نعرف
هذا نظام التعليم الدكتور جديد سميناه نظام التعليم قبل ما هي عبارة عن خطة بناء هو عبارة عن
الطريق بلد.